أجمل تحية نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة سواء كانت محلية عربية أو عالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا. البداية دائما مشاهدينا بصحافتنا المحلية والتي تطرقت إلى أبناء مشرف والذين كادوا أن يفجروا مفاجأة من العيار الثقيل في دوري فيفا أمس عندما واجهوا المتصدر الذي لم يكن بأفضل حالته باستثناء حارس المرمى الذي تألق بشكل لافت لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الطرفين. وفي قمة مواجهات المرحلة 17 من عمر البطولة الطويل، فإن كلاسيكو الكرة الكويتية والذي جمع الملكي والأخضر أمس ابتسم لصالح رجال القلعة الصفراء والذين أحسنوا التعامل مع مجريات اللقاء. تعادل الكويت مع اليرموك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم ضمن الجولة 17 من دوري فيفا لكرة القدم، وسجل عبدالله البريكي للكويت بينما سجل لليرموك المحترف زوكو، ورفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بينما بقي اليرموك في المركز 13 ب 12 نقطة ليعيد الأبيض إلى دائرة التعادلات التي لازمته مؤخرا. هذا وقد تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، وأكاد اليرموك أن يذهب إلى أبعد من التعادل لولا تألق حارس مرمى الكويت مصعب الكندري. حسم القادسية ديربي الكرة الكويتية لمصلحته بتغلبه على غريمه التقليدي العربي بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة 17 لدوري فيفا التي شهدت اعتزال اللاعب الدولي السابق بدر الشمري. الأصفر بكر بالتسجيل عبر هدفه البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 5، لتفرض بعد ذلك كتيبة المدرب داليبور سيطرتها على مجريات الشوط الأول، وشن الهجمات الواحدة تلو الأخرى على مرمى الحارس سليمان عبد الغفور حتى أثمرها هذا الضغط عن إحراز الهدف الثاني بقدم دا سيلفا في الدقيقة 33 لتنتهي المباراة بثنائية بيضاء للقادسية. أيضا في صحافتنا المحلية يتطلع القائمون على شؤون العنابي في أن يحسموا بعض أهم الملفات المتعلقة بالفريق الكروي الأول والذي يحتل مركز الوصافة في دوري فيفا لكرة القدم حاليا وبفارق 3 نقاط فقط على صاحب المركز الأول الكويت. لعل من بين أهم هذه الأمور هو ما يتعلق بالتجديد لمحترفي الفريق الحاليين. وبالانتقال إلى الكرة الطائرة، فإن المباراة التي ستجمع الأبيض مع العربي هذا المساء ستكون بلا شك محط أنظار محبي اللعبة. كشف فيصل العدواني مساعد مدير جهاز الكرة بنادي النصر أن مصير اللاعب السوري محمود البحر المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لم يحسم بعد، سواء بتجديد عقد اللاعب أو الاستغناء عن خدماته مع انتهاء عقده أواخر الموسم الكروي الحالي. وقال: لا يزال مصير البحر معلقا، ونحن بانتظار تقرير المدرب ظاهر العدواني قبل بحث موضوع تجديد عقد المحترف مع مجلس الإدارة، علما أن الأخيرة قامت بتجديد عقود المحترفين الغانيين الثلاثة مع العنابي ولثلاثة مواسم مقبلة. تتجه أنظار محبي لعبة الكرة الطائرة إلى صالة هلال فتحان المطيري مساء اليوم حين يلتقي الكويت مع العربي في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد. وخاض الكويت تدريبات شاقة في سبيل حصد الثنائية بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز. ولعل الاستقرار الفني والإداري الموجود في الفريق من أهم ما يرجح كفته في المواجهة المرتقبة. إلى ذلك أنهى العربي استعداداته للمواجهة عبر مضاعفة التدريبات بقيادة المدرب التونسي عادل الساحلي والذي تولى دفة قيادة الفريق منذ بدايات بطولة الكأس. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز الأخبار في صحافتنا المحلية. بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العربية.
مشاهدينا، التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم كان هو الهدف الذي شغل بال القائمين على شؤون النادي المصري العريق. فالشياطين الحمر على الرغم من تعادلهم السلبي أمس إلا أنهم وصلوا إلى مبتغاهم في نهاية المطاف. وبالذهاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن أبناء زايد يستعدون الآن لخوض غمار اللقاء الصعب الذي سيجمعهم مع نظيرهم الياباني ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى المونديال القادم. تأهل الأهلي المصري إلى الدور 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد نجاحه في فرض التعادل السلبي على بيتفيست الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بجوهانسبرغ بإياب الدور 32 للبطولة. وكان لقاء الذهاب بالقاهرة قد انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف لأحمد حجازي ليتأهل بطل مصر بمجموع المباراتين. جاء اللقاء ضعيف فنيا وبدنيا، وغلب الحماس على لاعبي الطرفين، ونجح الأهلي في ترويض المنافس والتمركز جيدا في المنطقة الخلفية. رفع منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم من درجة استعداداته الميدانية مع بدء العد التنازلي للمواجهة المهمة التي ستجمعه بضيفه المنتخب الياباني يوم الخميس المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مباريات الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة بروسيا 2018. وأغلق المدرب مهدي على التدريبات التي تم نقلها إلى ملعب استاد هزاع بن زايد لإتاحة الفرصة للمنتخب الياباني لإجراء تدريباته على ملعب استاد خليفة. إذن مشاهدينا، هذه أبرز الأخبار في الصحافة العربية. بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العالمية وفيها الكثير من الأسئلة والأجوبة، فابقوا معنا. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى الصحافة العالمية وفيها مثل ما قلت لكم الكثير من الأسئلة والأجوبة والتي سيتصدى للإجابة عليها ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم، رئيس القسم الرياضي في جريدة الرأي الأستاذ سهيل الحويك. أستاذ سهيل، رحب فيكم، نقول لك مساك الله بالخير. يا هلا عزيزي، حياك الله. طبعا اليوم مشاهدينا، يعني انتهت موقعة الاتحاد يوم أمس وهي الموقعة الملتهبة بين السيتيزنز والريدز بعبارة بيب وكلوب، لا غالب ولا مغلوب، وهو ما جعل الفيلسوف سعيدا بالنتيجة، فيما واصل أخطبوط المرمى مسلسل أرقامه المثيرة ليثبت للسيد العجوز أنه فارسها الأول. أما الحديث عن البرغوث وإنجازاته فيتطلب منا عدة حلقات حتى نعطي حقه ونمتدحه فيها. وصف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تعادل فريقه أمام ليفربول بأحد أفضل النتائج في مسيرته التدريبية، وتحدث الفيلسوف قائلا: كان الجميع حزينا بعد توديع دوري الأبطال، وواجهنا ليفربول الذي لا يخوض أي بطولة أوروبية ولديه أسبوع للتحضير. وتابع: الروح التي ظهر بها اللاعبون والطريقة التي لعبنا بها تجعلني في أسعد أيام حياتي كمدرب. واصل العملاق جيجي بوفون قائد يوفنتوس والأزوري تحطيم الأرقام القياسية تباعا بعدما أصبح خلال لقاء سامدوريا والذي انتهى بفوز ناديه بهدف مقابل شيء الأكثر مشاركة بقميص اليوفي في الكالتشيو من حيث عدد الدقائق، وحطم بوفون رقم الأسطورة بون بيرتي في الدقيقة 65 من اللقاء، حيث أصبح يمتلك وقتها رصيد يبلغ 39,681 دقيقة ليصبح على رأس القائمة، حيث توقف رصيد المهاجم السابق عند 39,680 دقيقة.
تمكن الدول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من تسجيل هدفين في مرمى فالنسيا ضمن الجولة 28 لبطولة الليغا. ليو أحرز هدفه الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف في الدقيقة 53 ليصبح اللاعب الوحيد في الدوري الذي يصل إلى 40 هدفاً بآخر 8 مواسم في كافة البطولات. لو نروح في البداية أستاذ سهيل إلى المباراة الملتهبة في ملعب الاتحاد بين سيتيزنز وريد مثل ما شفنا، وتصريح غوارديولا اللي كان فيه بعض الغرابة، هذا التصريح شو رأيك فيه؟ يعني بصراحة ما بعتقد أنه إذا بيب غوارديولا تعادل مع الفريق اللي عم بدربه على أرضه ضد أي خصم كان ويعتبر بأنه هيدا من أسعد أيام حياته أو من أسعد المباريات بمسيرته لهالدرجة هو فرح، فبعتقد أنه هون في نوع من يمكن من من انعدام الطموح. نحن بنعرف هذا ما تعودنا على غوارديولا يعني. ابدا هيدا واحد. اثنين، عم نلاحظ انه بيب غوارديولا لما كان ببرشلونه ولا كان ببايرن تصريحاته كانت قليله جدا، ولكن اليوم بعتقد انه التيار الاعلامي ببريطانيا جرفوا معه. بيب غوارديولا عم يطلع كثير على الاعلام لانه نحن بنعرف الصحافه البريطانيه لا ترحم، فلازم يرد دائما، خصوصا انه هو اجى على مانشستر سيتي و في وراء تاريخ كبير، في وراء امال كثير كبيره، ولكن نحن مثل ما عم نشوف اليوم مانشستر سيتي بالمركز الثالث بالدوري الانجليزي متخلف بفارق 12 نقطه عن تشيلسي. فبرايي انه هيدا التصريح كان في غير مكانه، ولكن ياتي في وقت بحاجه بيب غوارديولا الى تحفيز اللاعبين. لقد خرج من دوري ابطال اوروبا قبل ايام ويريد ان يعزز معنويات اللاعبين لما تبقى من الموسم. نحن بنعرف انه بالدوري حظوظ مانشستر سيتي تكاد تكون شبه منعدمه، ولكن هناك فرصه ذهبيه لبيب غوارديولا وهي احراز لقب الكاس، ونحن نعلم بان كاس انجلترا هو من اعرق واهم المسابقات في العالم. لذا برأيي أنه هذا التصريح كان لرفع معنويات اللاعبين بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا. شنو قصده لما يقول أن يعني فريق ليفربول ما عنده أي ارتباطات أوروبية وعنده أسبوع للقاء هذا قبل اللقاء؟ نعم، نحن نعرف أنه حاليا بإنجلترا في صراع كثير كبير ليس فقط بين الأندية ولكن بين المدربين. كان في كثير صراع قبل المباراة بكل الصحف الإنجليزية بين كلوب مدرب ليفربول وبيب غوارديولا مدرب سيتي. فأراد أن يغمز من قناة كلوب أنه أنت يا كلوب تعادلت معي صح على أرضي، ولكن أنت لا تشارك على المستوى الأوروبي. أنا شاركت على المستوى الأوروبي، كان عندي مباراة كثير مهمة قبل أيام، واليوم أنا قدرت أتعادل معك. ونحن نعرف أنه الصراع جدا حامي بإنجلترا على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما أنه كلوب عندما قيل له بأنه بيب غوارديولا سعيد جدا قال يبدو بأن الإسبان عاطفيون أكثر من الألمان. لهالسبب أنه يعني كان يمكن عم ينتقده، عم بيقول له أنه أنت كتير عاطفي أنه تعدلت وهالقد انبسط انبسطت. لو نروح إلى مكان آخر بعيدا عن إنجلترا ونذهب إلى اليوفي وبوفون وهذا الرقم القياسي اللي حققه مع فريق مثل اليوفنتوس. بصراحة بوفون يعتبر من أساطير اليوفي، وهو برأيي أنا أسطورة مطلقة لأنه أخذ كأس العالم مع إيطاليا. ولكن يؤخذ على بوفون رغم أنه هالرقم الرائع جداً أنه هو يلعب كحارس مرمى، وهو حطم رقم جان بييرو بونيبيرتي اللي كان يلعب مهاجم. نحن نعرف أنه عمر المهاجم أكثر من عمر حارس المرمى. نحن هنا مش عم نحط مثل نقطة سوداء على الصفحة البيضاء لبوفون بالنسبة لهالرقم بالتحديد، ولكن بوفون حارس مرمى، العمر الافتراضي لحارس مرمى أطول من عمر المهاجم. هذا واحد. اثنين، في رقم كتير مهم يلي هو يمكن أهم من الرقم اللي احنا عم نتحدث فيه اليوم، هو أنه بوفون يلي عمره 39 سنة هلأ حاليا يحمل الرقم القياسي في عدد الدقائق التي أبقى فيها شباكو عذراء اللي هي 974 دقيقة. هذا برأيي ينم أو يبرهن لنا كم أن هذا اللاعب هو حارس مرمى رائع جدا. ولكن كمان بدنا نذكر أنه دائما يوفنتوس كان عنده لاعبين بالدفاع على قدر هائل من العطاء، لذا عندما يكون الفريق يملك خط دفاع على قدر من الكفاءة أكيد حارس مرمى ما رح يتعرض كثير، مرتاح يعني. بالضبط. ولكن في شغلة أنا هيك دائما بقولها عن بوفون، أنه بوفون لم يحقق بعد تشامبيونز ليج مع اليوفي. مرتين وصل للمباراة النهائية، آخرهم سنة 2015 مع برشلونة وخسروا 3-1. بالسيزن هيدا كمان رح يلعب ضد برشلونة بالتشامبيونز ليج.
ممكن إذا فاز يوفنتوس على برشلونة يكون عنده حظوظ بالوصول إلى المباراة النهائية، ولما لا الفوز باللقب الأوروبي الذي ينقص سجل لاعب مثل بوفون. أيضا الصحف الأوروبية ذكرت إحصائية بخصوص ميسي بكيف يحب تحقيق الأرقام وأيضا تحطيم هذه الأرقام، رأيك في هذه الإحصائية؟ يعني يمكن العالم تعرفني أنا شو موقفي من ميسي. ميسي طبعا لاعب رائع جدا، أفضل لاعب بالخمس سنين أو الست سنين يلي مضيوا. الأرقام هيدي تعتبر خيالية عن جد، يعني أنا ميسي بعتبره أسطورة الأرقام، أسطورة اللعب الفردي، ولكن ليس أسطورة مطلقة لأنه لم يحقق كأس العالم. الرقم يلي حققه هو أنه خلال المواسم الثمانية السابقة قدر يحقق 40 هدف وما فوق بكل موسم في البطولات كلها. إذا تسمح لي بس على عجالة رح أذكر لك الأرقام يلي حققها بالموسم 2010 47 هدف، 10-11 53 هدف، 11-12 73 هدف، موسم 2012-2013 60، 13-14 41، 14-15 58 هدف، موسم 2015-2016 41، وهالموسم 2016-2017 41، والموسم لم ينتهي. يعني أمس أنا بالليل كنت عم بقرأ في لاعب سابق بإسبانيا، مش عقول اسمه لأنه قديم ما حدا رح يعرفه، قال إنه الأرقام التي يحققها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خارقة، ولو كنت ألعب أنا يعني لو كانوا هن عم يلعبوا يمكن بأيامنا ممكن كانوا حققوا هالشيء أو ممكن لا، ولكن في نقطة حكي عنها وأنا كتير هذي أقنعتني. حاليا برشلونة يضم خيرة لاعبي العالم، فهيدا يمهد الطريق لميسي لكي يسجل. يعني إذا ميسي بتشيله بتحطه بنادي مثل ديبورتيفو لا كورونيا ما رح يسجل كل هالكم من الأهداف. ميسي لن يكون مارادونا بأي حال من الحالات، وهذا الكلام ينطبق على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو طبعا لاعب رائع واشتغل على نفسه، يمكن ما بيملك الموهبة نفسها اللي بيملكها ميسي، اشتغل على نفسه، ولكن الفريق اللي عم يلعبوا فيه هو يمهد لتحقيق هذه الأرقام الخيالية. خدتم في برشلونة، تعتقد راح تكون هناك مشكلة بين ميسي وبيكي؟ ميسي وبيكي ما بعتقد راح يصير في مشكل، بعتقد انه اسهم ميسي اعلى من اسهم بيكي، مع انه في كثير ناس يشجعون بيكي لكي يصبح في يوم من الايام رئيسا للنادي الكتالوني، في كثير ناس عم بقول هيك، ولكن برايي انه ميسي هو 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 الذي يسير الامور ب برشلونة، رغم انه حاليا في شائعات تتحدث عن امكان انتقاله الى مانشستر سيتي بمبلغ خيالي يصل الى 200 مليون يورو. خلينا نروح الى ايضا الصحافه الاوروبيه واماكن اخرى في الصحافه الاوروبيه مشاهدينا، حيث ان هناك سوق صيفي حامي ينتظر نادي الامراء بفضل تالق كوكبه من لاعبيه الواعدين بمقدمتهم القناص مبابي محقق الاماني. وبالانتقال الى عالم البوندسليغا فان تصرف النجم الهولندي الطائر اثار استياء الجميع وتحديداً مدرب البافارية. اعترف نائب رئيس نادي موناكو فاديم فازيليف بصعوبة استمرار المهاجم الواعد كيليان مبابي وعدم رحيله في الفترة القادمة، ونشرت صحيفة ليكيب تصريحات فازيليف والتي أكد من خلالها على أنه بالرغم من سعيهم لإبقائه إلا أنه أمر غير مؤكد. شهدت مباراة مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونخ يوم أمس في الدوري الألماني خروج الهولندي أرين روبن عن النص. الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البافاري قرر استبدال روبن قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، ولم يلقى قرار كارلو رضا اللاعب الذي أظهر غضبه أثناء مصافحة زميله سانشيز قبل أن يرفض السلام على مدربه وأبعد يده في لقطة مثيرة للجدل. أستاذ سهيل، طبعا لو نروح إلى موناكو اللي يملك العديد من المهاجمين الواعدين ومنهم مثل ما قلنا القناص مبابي، لكن نائب رئيس النادي يعني صدم الجماهير بأنه يعني بخصوص هذا اللاعب، باعتقادك أين سيذهب هذا اللاعب وأين سيكون اتجاهه؟ نحن نعلم بأنه الأندية المتوسطة المستوى مثل موناكو ريال سوسيداد، هالأندية التي لا تنتمي إلى الأندية الكبرى في أوروبا مثل بايرن ميونخ، برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، أرسنال، هذه الأندية عرضة دائما أنه تخسر النجوم يلي عم تلعب بصفوفها، وموناكو لا يخرج من هذا المبدأ. بالنسبة لهذا اللاعب عمره 18 سنة، أنا برأيي سوف يسير على منوال مارسيال الذي انتقل من موناكو إلى
مانشستر يونايتد مقابل 37 مليون باوند. موناكو دائما يخرج اللاعبين الصغار، ما ننسى انه تييري هنري بدا مسيرته الكبيره في موناكو قبل ان ينتقل الى ارسنال ويحقق ما لا يحقق. بالنسبه لموناكو حاليا انا عم شوف هذا النادي بالتشامبيونز ليج مثل كانه محل لعرض النجوم. يعني لهالسبب نحن ما بنشوف انه نادي مثل موناكو قادر على الاستمرار على رتم عالي على طول. ليه؟ لانه الانديه اللي اكبر منه سوف تستحوذ على اللاعبين. هلا حاليا في شغله عن هذا اللاعب، سنه 2013 حاول زيدان ضم امبابي الى ريال مدريد، ولكن اللاعب فضل البقاء في موناكو. عملت بحث صغير حتى اعرف ليه. اللاعب اراد انه ان يكتسب المزيد من الخبره، ولكن برايي حاليا الاموال التي سوف تاتيه تحديدا من الانديه الانجليزيه سوف تكون كفيله باقناعه لتغيير هذه الفكره. وحاليا رجع زيدان من بعد محاوله 2013 طلب من بيريز المحاوله بشكل حثيث ضم هذا اللاعب. وهون بدنا نرجع نحن على العام 2004. سنه 2004 بورتو البرتغالي حقق تشامبيونز ليج مع المدرب جوزي مورينيو، فاز على موناكو بالتحديد 3-0. لاحظنا انه من بعد هذه المباراه كل لاعبين بورتو من ضمنهم ديكو كلهم راحوا. ليه؟ لانه بورتو لا ينتمي الى فئه الانديه العملاقه. صحيح. وموناكو كمان حتى لو وصل حاليا للدور الربع النهائي وممكن يطلع او ممكن يكمل، انا برشح مش بس هذا اللاعب يرحل، انا مرشح ليمار، مرشح جليك، مرشح كل هالأندية، كل هاللاعبين اللي برزوا بموناكو انه يرحلوا. وهيدي سنة الحياة فيما خص عالم الانتقالات بين الأندية الأوروبية. وتبقى الأموال هي يعني الناطق الرسمي الأخير في عملية الانتقالات. نعم. وجذب اللاعبين. بالضبط. لهالسبب انا بفضل دائما بطولات المنتخبات. بطولات الأندية في شراء في أموال، كرة القدم الحلوة هي كرة القدم تبع المنتخبات. صحيح. في البوندسليغا يعني مدرب البافاري استاء جدا من التصرف اللي قام فيه يعني لاعب مثل روبن. بصراحة أنا أمس كنت عم بتفرج على الماتش وتذكرت إنه لما كان كمان انشيلوتي عم يدربه لروبن بريال مدريد أو بتشيلسي ما عاد بتذكر، كان في مباراة ضد بي اس في ايندهوفن الهولندي ونفس الحركة صارت. طيب أنا هلا أكيد إذا عم وجه له رسالة لروبن ما رح توصل الرسالة، ولكن أنا عم بعمل حوار بيني وبين حالي. طيب بايرن ميونخ فايز 1-0 دقيقة 85، أنت يا روبن تتميز بإصاباتك المتكررة، بايرن ميونخ في قدامه بعد تشامبيونز ليج، البايرن ميونخ بتصدر الدوري بفارق مهول من النقاط، طب قبل خمس دقايق أنشيلوتي عم بخرجك تحت يحافظ عليك، بتقوم أنت بتطلع بهيدي الطريقة من الملعب. إلى أن اللي حصل اللي هو أسوأ من هيك إنه زملائه ريبيري وألونسو صاروا يضحكوا عليه إنه معقول دقيقة 85 نادي تبعك فايز وأنت خارج بهالطريقة. فأنا بلوم أريان روبن، أريان روبن اللي سجل واحد من أهم أهداف بتاريخ بايرن ميونخ سنة 2013 لما البايرن فاز على دورتموند بنهائي التشامبيونز ليج بويمبلي. هذا الخروج من الملعب مع أنشيلوتي راقي جدا، هذا بعتقد خطأ كتير كبير. تعتقد مثل هذا التصرف ممكن يؤثر على استقرار وثقة الفريق خاصة يعني أمام منافسات واستحقاقات في الشامبيونز ليج؟ أنا برأيي منظومة البايرن هي منظومة مثالية على مستوى الأندية. ببايرن لا يعلو النادي أي شيء. برأيي أنه روبن سوف يستدعى من قبل كارهاينز رومانيجي ومن قبل هونس رئيس النادي لعقد جلسة، هيدا أكيد. وبرأيي أنه أنشيلوتي لديه من الحكمة ما يكفيه لكي يستوعب الذي حصل، لأنه هو بالنهاية بحاجة للاعب مثل روبن. وأكيد اللي عمله روبن بالمباراة أمس ما رح يأثر على حظوظ البايرن التي أجدها شخصيا جدا قوية للفوز بدوري أبطال أوروبا بالموسم الراهن. من الممكن أن يتم يعني تطبيق إجراء عقوبة عليه ببايرن ميونخ؟ هذا الشيء منه أبدا غريب، ولكن بدنا نشوف نحن أنشيلوتي، هل أنشيلوتي رح يعطي حق لروبن؟ يمكن روبن ما حب يطلع الملعب لأنه حابب يلعب أكثر، ولكن مهما كان هذا التصرف سوف يكون له عقاب بنادي مثل بايرن ميونخ عودة دائما على حسن الأخلاق والحرفية المثالية. ليش ما يأخذ من جانب آخر؟ من جانب أن اللاعب يعني قلبه أكثر على الفريق ومن أنا معك الفريق. طبعا أنا معك. ليش يأخذ الجانب السلبي أيضا من التصرفات؟ نعم يعني برأيي أنه روبن هو من أكثر اللاعبين تعرضاً للإصابة.
في بعض الاشخاص وصفوا الساقين اللي عنده اياه بالساقين الزجاجيتين، لان دائما بيتعرض لاصابات. طب انه نحن وصلنا للدقيقه 85 على بروسيا مونشن جلادباخ قبل خمس دقائق، مش انه طلعك بدقيقه 60، فكان المفروض يمكن روبن يكون عقله شو اكبر من هيك. عموما الاستاذ سهيل الحويك رئيس القسم الرياضي في جريده الرايح، احنا كنا سعداء جدا تكون ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا على الصحافه. شكرا موصول لكم مشاهدينا على تواجدكم معنا، ان شاء الله في الغد لنا جوله جديده في عالم الصحافه الرياضيه سواء المحليه العربيه او العالميه. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الغوزملاء، في امان الله.